بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة رسالته. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت ربي فوق ذلك. ونصلي ونسلم على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن ما زلنا في شهر ربيع الأول، نستظل بظلاله ونتذكر دائما أجمل ما فيه. فلقد أكرم الله سبحانه وتعالى الوجود بأكرم مولود وبأعظم من جاء إلى الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون نبيا ورسولا خاتما لهذه الدنيا. أكرمنا الله سبحانه وتعالى به نبيا ورسولا ليكون لنا رحمة وهاديا وبشيرا ونذيرا، صلوات ربي وتسليماته عليه. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة من خلال اصطفائه لهذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أعزه الله وأيده بالقرآن منهاجا ودستورا وطريقا قويما إلى يوم الدين. ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد وبسنته التي حفظها لنا صحابته النجباء، لتكون أيضا نبراسا وطريقا ومنهاجا إلى يوم الدين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. حقا أعطاه الله سبحانه وتعالى إلى جانب الكتاب الكريم القرآن الكريم جوامع الكلم، ومن هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كنعمة مسداة إلى أمته. والحقيقة أن القصد أو الفهم المقاصدي للشريعة النبوية أو للسنة المحمدية والموضوع الذي يتفرع منها في هذه الليلة من خلال هذه الأمسية الثقافية والدينية التي تقيمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، لتوضح وتبين بل ولتقيم مرة أخرى رسالة المسجد في الإسلام ورسالة المسجد في المكان الذي يكون فيه المسجد، ليصبح بمثابة مركز إشعاع وتنوير وتثقيف للمسلمين. الفرع من هذا الجزء أو من هذا العنوان هو فهم أحاديث الزهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتتبع لسيرته صلوات الله وسلامه عليه سيجد أنه كان أزهد الناس بحق، رغم أنه كان بإمكانه أن يكون ملكا ونبيا ورسولا إذا ما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، ولكنه آثر الآخرة على الدنيا، وليكون لنا مثالا يحتذى نحن أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم معرضا عن الدنيا
مقبلا على الآخرة، حاثا أصحابه على ذلك. وكم من مشاهد سجلها لنا صحابته توضح زهده في هذه الدنيا، فكم من مرة وضع صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من شدة الجوع وألم الجوع، وكم من مرة صلوات الله وسلامه عليه أوتي مالا ولكنه لم يتركه يبيت في بيته ليلة بل كان يوزعه، وكم من مرة يذبح شاة فيوزعها على الفقراء والمحتاجين. هذه مسائل تتعلق بزهده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فكان زاهدا بحق في هذه الدنيا في ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وفي كل زخارف هذه الدنيا، ولكنه فوق ذلك وقبله كان مؤملا في الآخرة، بل كان يرجو منا أن ينال الفردوس الأعلى وهو النبي المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى. وحديثنا مع فضيلة عالمين جليلين يقومان مقام عالمين آخرين شاءت الأقدار ألا يأتيا نظرا لظروف طارئة. فمعنا فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة. ونرحب بالسادة العلماء من وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ ربيع الأبيدي مدير المتابعة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ السيد حمودة مدير إدارة شرق مدينة نصر، وفضيلة الشيخ فتح الجهري مفتش المساجد بإدارة شرق مدينة نصر. ونرحب بحضراتكم جميعا أيها الجمع الكريم، ونبدأ لقاءنا بهذا الحديث من فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحب المحبوب والصادق المصدوق سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طه، طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأول من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. السحب لا تحاكي عطاياه، فما أنداه بحرا للسخاء وأكرما، أنعم بمن أثنى الكمال له انتمى، مولاه قد صلى عليه وسلما، من لم يصل عليه كان بخيلا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، حي الله هذه الوجوه النضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بهذا الوقت وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص والإلهام، إنه ولي ذلك ومولاه. أما عن حديثنا عن الزهد، فأقول اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يتفاخرون بالأحساب والأنساب والأموال، يتفاخرون بأنهم ينتسبون إلى قبائل وإلى أموال، يفتخرون بذلك لدرجة أن أحدهم كتب في معلقته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصحابة فرباهم على مبدأين: مبدأ التخلية ومبدأ التحلية. التخلية من الرذائل، من الصفات الخبيثة، من حب الدنيا، من حب المال، من حب الجاه، من حب السلطان. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم مثلا في ذلك، رباهم على التخلية ورباهم على التحلية. والتحلية معناها أنه يزرع فيهم الصفات الطيبة والخصال الحميدة،
يزرع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يخطر في بالك من القيم والأخلاق الحسنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم وضرب أروع الأمثلة في الزهد في الدنيا. يدخل عليه الفاروق عمر فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، كفى أن الله جل وعلا قال: محمد رسول الله، محمد مبتدأ ورسول خبر. والقاعدة في اللغة العربية تقول: إذا كان الخبر صفة يجب أن ينحصر المبتدأ في الخبر. فحصر الله ذات رسول الله في كونه رسول من عند الله، فقيامه رسالة، ونومه رسالة، كلامه رسالة، سكوته رسالة، تذكره رسالة، نسيانه رسالة، نومه هنا رسالة لأمته. ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصير، فيدخل الفاروق عمر رسول الله ينام على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه، علم في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال فبكى الفاروق عمر، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكاء الفاروق، فإن الفاروق قد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبكي إلا إذا كان الخض جلل والأمر عظيم. ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا نبي الله، دخلت فوجدتك نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة مبدأ عظيم، وهو الزهد في الحياة. مش بقول لك قائد في زراعة الخصال الطيبة والخصال الحميدة. يأتيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان زاهدا ورعا تقيا نقيا صفيا، كفى أنه خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمر يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية ويقول: لعل الله أن يعطيك مالا، يعني يديك مال. فقال: يا نبي الله، ما على هذا أسلمت؟ أنا لم أسلم على حب المال، ولم أؤمن بالله جل وعلا على حب الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع المبادئ في الصحابة ازاي؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود أمته للزهد في الدنيا. فزهد أبو بكر الصديق وزهد الفاروق عمر، حتى أن الفاروق عمر وهو خليفة المسلمين في آخر لحظات وهو يودع الحياة يقول: ضعوا خد عمر على التراب، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. نعم، لأنه تربى في مدرسة النبوة، في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الفقه وبين الزهد. إيه الفرق بين الفقه والزهد؟ الفقه معرفة الحلال والحرام، يقول: هذا حلال افعل، وهذا حرام لا تفعل. لكن الزهد درجة أعلى من ذلك. إيه درجة الزهد؟ أن يترك جزءا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يترك جزء من الحلال، يبقى حلال بين، ولكن يترك هذا الجزء مخافة أن يقع في الحرام. تقول لي المسألة صعبة، أضرب لك مثل على ذلك. جاءت أخت بشر الحافي، وبشر الحافي من طبقة التابعين، رجل صالح وزاهد في الحياة. فجاءت أخته إلى الإمام أحمد بن حنبل وقالت: يا إمام، إننا أهل غزل، إحنا جماعة الصنعة بتاعتنا بنغزل،
ونعيش على هذا الغزل، ويمر جند السلطان فنغزل على ضوء شعلهم، يعني الجند هو معدي جيدين شعل، فنغزل على ضوء تلك الشعل. هذا الغزل في هذا التوقيت حلال أم حرام؟ فتعجب الإمام أحمد وقال: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. قال الإمام: أما لكم فحرام لأنكم أهل زهد في الحياة، أما لكم فحرام لأنكم أهل زهد في الحياة، بمعنى أننا نترك شيئا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هكذا كان الصحابة وكان التابعون وكان من يمشي على دربهم ممن يريد أن يتعلم في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة على هذه الكلمة التي أوضح فيها كيف كان صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان صحابته سائرين على طريقه ومنهجه في أمر الدنيا وما يتعلق بها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم صحابته كما قال فضيلته مبدأي التخلية والتحلية، وعلمهم أيضا صلوات الله وسلامه عليه أن المال في نفس الوقت هو عصب الحياة، ولكن أن يكون المال أفضل في أيدينا وليس في قلوبنا، وأن يتم صرفه فيما أمر الله سبحانه وتعالى ليكون بمثابة زهد في هذه الحياة. ذلك لأن المال كما ذكر حلاله حساب وحرامه عقاب ومتشابهه عتاب. هذه الأمور كلنا يعرفها، فلا بد أن يعمل الإنسان لها ألف حساب في هذه الحياة. وبين فضيلته مواضع لزهد الزاهدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأشار أيضا إلى بعض الأحاديث المتعلقة بالزهد عن التابعين وتابعي التابعين. الزهد ليس معناه الإعراض عن الحياة وتركها، وإنما كما قال فضيلته هو في درجة أفضل من الفقه وبين يعني معرفة الحلال والحرام، ولكن هو الزهد تأديب للنفس وتهذيب لها. هذا هو الحلال أمامك أيتها النفس، ولكن لا تكوني متطلعة إليه بشراهة، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نعم. الحديث عن الزهد في جوانب أخرى مع فضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بالقاهرة. صلوا على سيدنا النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. الحقيقة أن الحديث في حضرة العلماء أمر جلل، لكنني قرأت في القرآن أن الهدهد قد تحدث بين يدي نبي الله سليمان، وبناء عليه أتحدث في حضرة الأكابر، ولأن الشيخ أرهق من جاء بعده فأتواصل معه لأتعلم منه حيث حدثنا عن التخلية والتحلية، فأكمل ضلع المثلث، فإن التخلي هو طريق التحلي الموصل إلى التجلي، وإن تجليات الله
تتحقق في ترك الإنسان للدنيا وأن ينظر إليها على أنها لا تساوي شيء. لكن وزارة الأوقاف الآن تجوب مساجد مصر حرصاً على بناء الوعي وتجديد الخطاب الديني ومراعاة مقتضى الحال وتعليم الناس بفقه الواقع وأن الشرع الشريف فيه من المرونة ما يغير الفتوى حسب متغيرات الحال والزمان والمكان. إذا كنا نتحدث عن التخلي والتحلي لنغلق المثلث بضلع التجلي، فإننا نواصل أمام هذا المثلث حقيقة الإنسان بين السيرة والسريرة والمسيرة. إذا صلحت السريرة صلحت السيرة، وترك الإنسان في مسيرته ما يؤيد بينه وبين الله أنه عاش في الدنيا كعابر سبيل. لكن هل معنى الزهد كره الحياة؟ إن الدين يحب الحياة، كان صلى الله عليه وسلم يحب الفاكهة في البشائر في طلعتها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب العطور ويحب الأطفال. في قدوم الفاكهة يأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم من باكورة الفاكهة أنضج ثمرة، ثم ينظر إليها، ثم يشمها بأنفه الشريف، ثم يمررها على عينيه، ثم يمررها على شفتيه، فينظر في مجلسه فيعطيها إلى أصغر طفل في المجلس، إشارة إلى حب الحياة، إلى حملة مشاعر النور، إلى بناء عقول وأجساد وأبدان الشباب الذين هم عماد الأمة. ولذا فإن الإمام علي حدثنا بزهد وورع، فقال: إذا نافسك أحد على الدنيا فاتركها له، وإن نافسك أحد على الآخرة فنافسه فيها. وسألوه: يا إمام، ما هو الواجب والأوجب والعجيب والأعجب والقريب والأقرب والصعب والأصعب؟ قال الإمام: أما الواجب طاعة الله، وأما الأوجب ترك المعاصي، وأما العجيب فهو حب الدنيا، والأعجب أن يتمسك الإنسان بها، وأما القريب فهو الموت، وأما الأقرب فهو يوم القيامة، وأما العجيب الغريب والأغرب والصعب والأصعب هو القبر، والأصعب السفر إلى القبر بلا زاد. ولذا فإن على الإنسان أن ينظر في هذه الدنيا: هل معنى الزهد أن أترك الدنيا وأن أعيش مهلهلا؟ إن الدين لا يحب الإهمال. أضرب مثلا بنفسي وإخواني وأقراني الذين نتقدم في صفوف الإمامة إلى الناس: هل معنى الزهد للإمام أن يلبس الإمام ثوبا مرقعا، أو أن يجلس في مجلسه على هيئة رثة تدعو الناس للشفقة؟ أم أنه من الأولى أن يكون في أحلى وأبهى حلة وفي أقيم مشهد ومنظر، في نفس ذات الوقت الذي يؤدي فيه الدور بأداء نبوي محمدي رشيد رحيم؟ فإن الأولى ألا يؤثر في الناس بالشفقة، وإنما الأولى أن يؤثر في الناس بالفعل الذي يتوافق مع الكلام. وهذا هو التجديد الذي نسعى إليه، أن يفهم الإنسان أنه ليس عليه أن يترك الدنيا، وإنما عليه أن يأخذ من الدنيا ما يصنع به ممراً للآخرة، حتى إذا لقي ربه فرح بمشهده مع الله وبما قدم في الدنيا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. تحدث شيخنا في طيات كلمته المباركة وفرق بين الفقه والزهد، وقد علمونا في صناعة الفتوى أن من الفقه أن يقرأ الإنسان النص، فهم النص وإدراك الواقع، ثم يسقط النص على الواقع
حتى لا يكون بفقهه في واد والناس في واد آخر. أما أن تحدث الناس عن الزهد وعن ترك الدنيا وعن فمن الذي يصنع ومن الذي يتقدم، وما دور عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله، وما هو دور من كان أصدق الناس حياء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هل للمال دور؟ نعم. هل للصناعة دور؟ نعم. هل للتجارة دور؟ نعم. أما وإننا إذا أردنا أن نأخذ الناس إلى الزهد وإلى ترك المال وترك الصناعة وترك الزراعة وترك التجارة، فإننا سنصبح في مؤخرة الأمم، وهذا ما لم يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن من الفهم المقاصدي للسنة النبوية في أحاديث سيدنا وسندنا صلى الله على حضرته أن نأخذ من الدنيا ما به نعمر للآخرة. وأختم بآية في القرآن الكريم جاءت في خواتيم سورة الفجر، حينما يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لي وليس فيه. جاءت الآية: يا ليتني قدمت لحياتي، لأن المراد ما قدم للآخرة وما أخذ من الدنيا للآخرة، ولم يقل يا ليتني قدمت في حياتي، فرق شاسع. وكلاهما حرف جر، في ولا، اللام وحرف الفي، لكن شتان ما بين المعنيين. إذن على الإنسان أن يفكر بعقل زاهد في ما يغر وما يضر، ويأخذ ما ينفع ويبني ويعمر، لأن الإنسان خلق في الدنيا لإعمار الكون. أيها السادة، قبورنا تبنى وما تبنى، ويا ليتنا تبنى قبل أن تبنى، مع أن الأصل أن نتوب قبل أن نبني ما نسكن فيه في النهاية لنستقر في طريق إلى الله عز وجل. في غاية السعادة أنا حينما ألتقي بهذه الوجوه النضرة وعلى مائدة العلم مع الأكابر، معنا الإذاعي القدير العلم المعروف أستاذنا الدكتور حسن مدني رئيس الأسبق لشبكة إذاعة القرآن الكريم، ومعنا عالم جليل من علماء وزارة الأوقاف المصرية والذي حصل على المركز الأول في فقه المواريث، وهو عالم وعلم من أعلام وزارة الأوقاف المصرية. جلست على مائدتهم طويلب علم أتعلم حتى أتكلم. ومن هنا أختم: على الإنسان أن يتعلم حتى يتكلم. الشوق حركني بدون تردد، والشعر أبحر في غرام محمد. أنا ما مدحت محمدا بقصيدتي، لكن مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا: يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام. يا عالما لا يعلم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بمدينة القاهرة. الحديث كان متواصلا ومكملا لحديث فضيلة الدكتور سعيد، والحقيقة أننا سعدنا بهذين الحديثين معا، فالحديثان فيهما من البلاغة ما فيهما، وفيهما من الإبداع ما فيهما، وفيهما من الفنون المنتقاة من داخل الأحاديث والقرآن الكريم. فحينما نقف أمام كلمة السيرة والمسيرة والسريرة والأصعب والصعب والأصعب والقريب والأقرب والبعيد والأبعد، كلها كلمات تحمل معاني متعددة، وتدفعنا دائما إلى التطلع إلى ما في أسرار ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه من الأسرار والإبداعات.
كان حديث فضيلته عن هل الدنيا هذه بما أننا نزهد فيها أننا نبتعد عنها تمام الابتعاد؟ كلا، علينا أن نعمرها كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولكن أن نجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. والمال كما ذكر فضيلة العالمين أنه هو عصب هذه الحياة، وأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان من الأغنياء ولكنه كان من الزاهدين، استطاع أن يجهز بنفسه جيشا كاملا هو جيش العسرة، وكذلك التاجر الصحابي الجليل والغني أيضا عبد الرحمن بن عوف والعديد من أمثالهما، كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملكون ناصية هذه الدنيا ولكنهم كانوا يزهدون فيها زهدا كبيرا، لأنهم كانوا يعتبرون أن الدنيا هي بمثابة القنطرة التي يعبرون بها إلى الآخرة، أنها دار ممر وليست بدار مقر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم زهده هو، لكن كان يحب أن يرى أثر النعمة وأثر الغنى على أصحابه في ملبسهم وفي مأكلهم وفي مطعمهم وفي مشربهم. بل إن الله سبحانه وتعالى في آية صريحة في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. علينا أن ندرك أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مقر، بل نعلم أننا محاسبون وأننا سنقف يوم القيامة أمام محكمة قاضيها هو الله سبحانه وتعالى، وساحتها القيامة ومحاميها العمل وجنودها الزبانية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كسبنا حلالا طيبا في هذه الحياة، وأن يكون معينا لنا على أن نعبر هذه الدنيا إلى الآخرة، ليكون لنا هناك مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وإياكم على كل خير ومودة ومحبة. نشكر السادة العالمين الجليلين فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة. نشكر السادة علماء وزارة الأوقاف الذين شرفنا بوجودهم معنا، فضيلة الشيخ ربيع اللبيدي مدير المتابعة بأوقاف القاهرة، فضيلة السيد حمودة مدير إدارة شرق مدينة نصر، فضيلة الشيخ فتح الجهري مفتش المساجد بإدارة شرق مدينة نصر. وشكرا للحضور الكريم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في لقاء إيماني آخر مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونترككم الآن مع المبتهل الشيخ حذيفة عبد الناصر.